ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، انزلي حالا اشتركي فيها، واهم حاجه تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. بقول لكم، انا قررت يعني ان انا اي فيديوهات مشتريات ليا هعملها كده عشان الحاجات تبان لكم اكتر واعرف اوضحها لكم اكتر، لاني بحس ان الكاميرا مش بتجيبها كلها ومش بعرف اوضحها. فلو انتوا حابين الفكره دي قولوا لي اكمل كده واطلع بوشي في الفيديوز اللي فيها حركة. مثلا هشرح لكم منتج بيتعمل ازاي على البشرة، هعمل لكم ميك اب، هعمل لكم كده يعني المشتريات هخليها كلها كده. ايه رأيكم؟ لو حد موافقني يقول لي، اللي مش موافق يقول لي برضو. خلينا نتشارك. بس انا يعني برجح الفكرة دي لان بعرف اوضح فيها المنتجات. جبت مشتريات من زينة الستات المنشية، حاجات لجهازي، وفي حاجات تانية جايباها عادي للبيت. تعالوا نبدأ نشوف انا اشتريت ايه النهاردة. اول حاجة ده جايباها ليا انا، جبت ماء الورد بتاع ايفا. عايزة اقول لكم ان انا جربتها عند قريبتي وكده، عجبتني جدا جدا جدا. بصوا، حاجة كده تحفة، بتخلي البشرة موردة وبجد فعلا بتخليها فيها نضارة. الناس طبعا بتستخدمها كتونر، بس انا مش برجح مية الورد كتونر. مية الورد ترطيب ونضارة وتفتيح، وبتخلي الوش يظهر ان هو صحي. دي كانت ب15 جنيه، مية الورد بتاعت ايفا. اي حاجة من ايفا على فكرة بتبقى تحفة يا جماعة، بجد نصيحة، حاجة ايفا تحفة. دي كده كانت اول حاجة جبتها. تاني حاجة انا جبتها كانت الخصل دي، شايفين؟ هحاول اوضحها لكم اكتر، هرفع كده. دي 3 خصل موف مع بعض. انا بحب الخصل جدا، وقلت لكم قبل كده ان انا بلبسهم في البيت عادي، حباهم، حابه الواناتهم وحابه اشكالهم وكده، ما بخرجش بيهم طبعا، بلبسهم في البيت. دي شكلها 3 مع بعض كده، بيبقى ده الطول بتاعهم، هي الطول شعري. لما بحطها وكده وسايب شعري لورا بيبقى نفس الطول بالظبط. طريقة تركيب الخصل هبقى اعمله معاكم في فيديو لما اجي اركبها، هوريكم ازاي نركب الخصل اللي بتتشرق دي. ده كده شكلها تمام. الواحدة ب10 جنيه، يعني الثلاثة دول مع بعض كده كانوا عاملين 30 جنيه. دول برضو بيتجابوا من زنقة الستات في المنشية. اللي في اسكندرية عارف المكان ده كويس، واللي بعيد يعني شوية ومش عارف المكان، فانتي بتروحي المنشية وتسألي عن زنقة الستات. تمام، ده كده شكلها تمام. وكمان جبت دول الخصلتين دول اهم، ده شكلهم بينك في اصفر، يعني من تحت لونهم اصفر كده ومن فوق بينك، شايفين شكلهم؟ الواحدة برضو ب10 جنيه من زينة الستات. دول بقى ملعلعين شوية، يعني عايزين يعني مثلا خلاص بقى انتي مفرفشة في البيت بقى، احنا بنحب نقعد احنا كبنات في البيت يعني نلبس الحاجات دي وكده ونضحك ونهزر، بالذات البواريك كمان بحبها جدا. فدول برضو حبيتهم جدا. على فكرة انا هجيب منهم في جهازي، بس دول انا هستخدمهم، يعني الموف والاتنين دول كده انا هستخدمهم عادي في البيت، مش هشيلهم. بس لما اجي اشيل هبقى اشتري منهم طبعا، ممكن اجيب منهم 10 الوان واقوم شايلاهم في جهازي. حبيتهم جدا، حباهم اصلا يعني. بس الواناتهم، بموت في الحاجات دي اساسا والله يا جماعة، الحاجات دي دلع. في بنات ما بتقتنعش بالكلام ده، بس بالنسبة لنا يعني بحبهم قوي. بس دي كده كان الاتنين دول ب10 جنيه برضو من الزنقة. طبعا ما كنتش لسه جبت سيروم تاني لشعري اشيله في جهازي غير واحد بس، اللي هو من بايوتك، اللي هو الهندي. جبت سيروم هندي، ده تاني سيروم كده اجيبه في جهازي. حبيته جدا جدا، حبيت ريحته. انا جربته اول ما اشتريته، جيت جربته على شعري وكده، ريحته تحفة. ده سيروم بتاع روسكا اللي هو جبت الحمام كريم بتاعه، هوريكم دلوقتي حالا. ده كده شكل الباكج بتاعته من بره اهو، شايفين شكله اصلا تحفة، وهيبقى على التسريحة شكله جميل جدا، هو شكله تحفة جدا يعني، وهيقعد معايا فترة لان انا مش بستخدم اصلا سيروم كتير. ده كده شكل الكرتونة بتاعته من بره، وده الشكل ده 100 ملي. ده كنت جايباه تقريبا ب60 جنيه. تمام اهو، ده شكله بصراحة يعني حاجات دلع. انا بشوف الحاجات دي كده نفسي بتتفتح على الشراء، وانا اصلا بحب لحظة شراء الحاجات يعني عموما.
فانت لازم طبعا لو انت عروسه تجيبي على الاقل سيروم واحد بس، معك تجيبي اتنين اوكي، بس الهندي كان اغلى من ده، الهندي كان عامل تقريبا 130 والله مش فاكره، بس اغلى من ده يعني، ده عامل 60 جنيه. انا قلت اجيب واحد رخيص واحد غالي، ده طبعا للشعر المعالج بالبروتين والكرياتين، خلينا متفقين ان اي حاجه بجيبها كده لان انا بعمل شعري بروتين وكرياتين، بعمله بروتين يعني مش بعمله كرياتين. بس تعالوا نشوف الحاجه اللي بعد كده، ده برضو اشتريته بلسم توريزمي قوة البلاتين، كان عليه خصم 20%، معرفش مع انه نفس السعر يعني يا جماعة، جايبه ب60 جنيه، فين الخصم مش عارفة. تعالوا بقى نشوف اللي مكتوب عليه لان انا ما كنتش عارفة اوريكم لما كنت بوشي. بصوا البلسم لشعر قوي واكثر مقاومة، تمام، بيقولك مركب لتجديد الشعر يقوي الشعر ويحميه، تمام. ده شكله هو 500 ملي، بصراحة كبير جدا وهيقعد معاكي وقت كبير. انا جايباه اشيله في جهاز، انا جايبة منه واحد بستخدمه وعملت ليكم ريفيو كامل عنه قبل كده. ده شكله اهو، بصراحة تريزمي يعني من الحاجات الجميلة، بس يعني هو ما ابهرنيش في الترطيب يعني مش واو، بس على الاقل احسن من حاجات كتيره جدا انا جربتها، احسن من بلسم كتير جدا جربته، فقلت اجيبه في جهازي ولو اكتشفت حاجه حلوه في السكه يعني معايا هجيبها اكيد يعني. ده كده من الحاجات برضو اللي انا جبتها وحبيته جدا. تعالوا بقى للحاجه برضو اللي انا انبهرت بيها وعشان كده جبتها لجهازي، ده حمام كريم بتاع روسكا، نفس البراند بتاعت السيرم، تمام. ده كده الحمام كريم مكون من طبقتين، البنوته قالت ان انا استخدم ده مره وده مره، يعني هو بنفصله كده اللون الاحمر واللون الابيض، بتستخدمي ده مره في الشاور وده مره في الشاور، فاهمين؟ فعجبني جدا الفكرة بتاعته، حسيت ان هو حلو وفي كمان الطبقة الباغة دي فشكله شيك جدا، وهيبقى في الحمام كمان شكله حلو، الالوانات دي برضو بتفرق معايا وشكل الحاجة، شكل المنتج لما بيكون كويس بيفتح نفسي ان انا استخدم المنتج واستنى حتى لو ما فيهوش اي نتيجة، فجبته اشيله في جهازي، تمام. كده الفيديو بتاعنا خلص يا حلوين، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اهم حاجة لايك واشتراك للقناة لو لسه اول مرة تشوف القناة بتاعتي، و كومنت عسل زيك، واللي عايزه فيديو عن اي حاجه تكتبلي تحت في الكومنت.